في المحاضرة دي هنكمل أوامر الأمر دو كوماند بقية الميثودز بتاعته. من أهم الميثودز دي دو كوماند كويت. دو كوماند كويت بيعمل ايه؟ دو كوماند كويت ده دو كوماند كويت ده بيعمل ان هو بيقفل الاكسس خالص. ادوس على بوتون احطه تحت بوتون ادوس عليه يقفل الاكسس خالص. دو كوماند ريفريش ريكورد، ممكن بعد اوقات بعض الريكورد بيبقى فيها كالكوليشن في فورم معينة او في تيبل واتعملت الكالكوليشن بس ما سمعتش على المنطقة اللي انا واقف فيها الفورم دي. فلما بعمل دو كوماند ريفريش ريكورد بيبدأ يسمع. بعد ما بوقف على فيلد، ممكن يكون الفيلد ده الـ هو خاص بعملية حسابية معينة، رصيد حاجة، فانا واقف عليه مش مسمع في عملية تمت. فانا بعمل دو كوماند ريكويري مي دوت نيم. ممكن اكون واقف على فيلد بردك موجود معين في التيبل، دو كوماند ريكويري اسم الفيلد نفسه وانا عارف اسمه، زي تكست فيرس نيم ده اسم الفيلد نفسه. دو كوماند ران كوماند، امر بقى اسمه ران كوماند، ده امر كبير جدا وفي مجموعة من الاوامر. يعني انا مجرد ان انا بس هاخده بس بره كده وافتح النوت باد عشان اقول ان دي سلسلة من الاوامر، دي سلسلة من الاوامر اللي هو الامر بتاعنا ده دو كوماند دوت ران كوماند. لو انا عملت كده مجرد بس ان انا ران كوماند، شوف بقى طلع ايه، عدد كبير من الاوامر. يعني يلا بقى شوف، يعني ملهاش حصر، يعني شوفوا الموضوع غني قد ايه بالاوامر وكده. فاحنا بس بنوريك ان في دو كوماند ران كوماند كلوز هيقفل بردك اكت سي ام دي كلوز زي كلوز. زي في بقى دو كوماند ران اس كيو ال، واحنا خدناه في مثال سابق عن تقسيم، خدنا مثال كبير في مهارات مايكروسوفت اكسس عن ران اس كيو ال بردك. ده مجموعه، يعني احنا بنعمل، يمكن انا مجهز المثال هنا عشان اوريكم اللي احنا قلناه قبل كده، ان احنا كان عندنا نكتب الاس كيو ال ده ونخزنه في 3 سترنج. يعني اي بقى ده دي اس كيو ال ستيتمنت ودي اس كيو وكذا اس كيو ال ستيتمنت زي اس كيو ال 1 اس كيو ال 2 اس كيو ال 3. بعد كده بنعمل حاجه سيت ورنينجز فولس، وبعد ما ننفذ الثلاث اوامر دول بنعمل دو كوماند سيت ورنينجز ترو. فلو انا حبيت اخد الجزء ده بره كده عشان اعمل فوكس عليه، لان طبعا امر بردك من الاوامر المهمه، ران اس كيو ال ستيتمنت ده من الاوامر المهمه جدا. لو انا عملت كده وعملت لهم بيست بالطريقه دي، فانا بخزن الاوامر دي وبرضك ارجع معاك واقول لك ازاي تعمل انت اس كيو ال، ازاي انت بتعمل تجيب الاس كيو ال الامر وتسجله. فمثلا على سبيل المثال احنا ناخد مثل واحد بس كامل ننفذه تحت بوتون. هنكمل كلامنا بمثال او اكتر عشان نشرح الامر دو كوماند ران اس كيو ال ستيتمنت. اول حاجة معانا دلوقتي في المثال ده انشاء جدول. هل ينفع انشئ جدول ب اس كيو ال على طول كده، انشاء جدول ملوش وجود اساسا الجدول ده وننشئه؟ تعال نشوف. اول حاجة انا عامل هنا كود لانشاء الجدول، نشوف تحت بوتون عادي، فورم فاضية كده زي ما انت شايف وما فيهاش اي حاجة، يعني فمجرد ان احنا فورم بسيط فاضية خالص ما فيهاش اي شيء هنعمل بيها حبة حاجات. هنعمل، عملنا فعلا اوريدي كود تحت البوتون ده لانشاء جدول. تعال نشوف الكود ده. الكود ده انا عامله في موديول، يعني نوع من التغيير يعني مش اكتر. يعني الموديول ده بيقول له اللي هو ده الاس 2 ده، يعني الكود هيعمل كول للاس 2 بيقول له my sql as a string dimension my sql as a string my sql create table my table my sql بيساوي my sql زائد product id ده الفيلد الاولاني وده تكست حجمه 20 او طوله 20 يعني my sql بيساوي my sql اللي فات يعني بيساوي ده عشان دي ببني جمله ال sql بيساوي ايه vendor list وده طوله 255
وبعدين دو كوماند ران ماي ران اس كيو ال ماي سيكوال اللي هو السترينج ده اللي هي جمله الاس كيو ال اللي بتكرييت تيبل جديده. طبعا هكرييت تيبل بامر ران اس كيو ال دو كوماند ران اس كيو ال. تعال نشوف. ما عنديش طبعا الجدول اللي اسمه ماي تيبل ده، فلو عملت فيو كده وعملت فيو، طبعا هو في كان حاجه انا مسحها، فطبعا بيقول لي تعال نشوف ال design view the record source select my table product id from my table specified form or report not exist. طب ماشي. the name of the record source may be يعني هو الفورم دي فيها ريكورد سورس، الفورم دي عليها يعني، وبيقول لي ان الرساله دي انا كنت عامل حاجه كده هنعملها سوا فمسحتها قبل التسجيل، فهو ما مسحتش انا بس البروبرتيز اللي موجوده في اللي هي الداتا دي الريكورد سورس ده، ان كان في هنا في الريكورد سورس حاجه مرتبطه بالفورم برغم ان ما فيهاش حاجه، فبيقول لي امسح يعني الكلام ده مش موجود، فانا همسح كل اللي موجود هنا في الريكورد، ما فيش حاجه اصلا يعني. فهسجل وهشغل. فاول حاجه اما شغلت اشتغلت عادي، لان مفيش طبعا الريكورد سورس المرتبط بالفورم دي، فاقول له انشئ جدول. وخلي بالي هنا ايه اللي هيحصل، مجرد ان اقول له انشئ جدول بقى في حاجه اسمها ماي تيبل، لو دوست عليها دي جدول فيه تول فيلد فاضيين، يبقى احنا عرفنا دلوقتي ببساطه شديده ان احنا نعمل الموضوع ده. في بقى امر تاني موجود هنا عايزه انا يعني الارض بردك، في فيو كود هيقول هيروح ل قلت في الموديول في سب اسمه كذا اللي احنا شرحنا واحد والتاني ما شرحناهوش. التاني بقى ايه؟ التاني هياخد داتا من الجدول اللي انا عامله هيحطه في الجدول الجديد ده. طيب هياخد داتا من الجدول ده اللي هو تي ماي تيبل، هياخد الحبه الكتاب اللي مكتوبه دي ويحطها في الجدول ده. وبالمره طالما احنا اتفقنا على الموضوع ده، ما تيجي نشوف الفكره دي ان احنا نحط الجدولين دول هنا على الفورم عشان نشوف العمليه بتتم هنا ونظبط حبه حاجات يعني. يعني عايزين الجدولين دول يبقوا موجودين على الفورم دي بشكلهم كده كجداول. فهاجي في الديزاين اكزيستنس فيلد، في هنا شو اول تيبلز، فطبعا ممكن اسحبهم حاجه حاجه، وممكن اسحب الجدول نفسه من هنا، اسحب الجدول ده من هنا كده ماي تيبل اهو سحبته، هيطلع لي بقى ايه سب فورم ويزرد. عايز بقى يشوف ريليشن ومش ريليشن، بس ما فيش، اقول له فينش ده على طول واتفرج يعني. هو كده عملت مش محتاج، انا لو عايز فيلدز هسحب من فوق كده، بس انا هسحب الجدول بالكامل، عايز الجدول بالكامل يظهر لي هنا بالشكل ده. وهرن الجدول ده وهعمل ريفريش كده، هل الجدول ده في حاجه؟ لا. الجدول ده مين الجدول ده فيهم؟ اللي هو ماي تيبل الجديد اللي انا عملته. عايز اعمل بقى استعلام ينقل الداتا اللي موجوده في الجدول الثاني اللي هحطه قدامكم بردك ده اللي هو ماي تيبل ده، هيفينش ده على طول. على فكره ينفع طبعا يسالني عن ريليشن وحاجات كده، بس طبعا احنا مش بصدد هذا الموضوع يعني. يسالني بقى عن فورم، هو فورم وسب فورم بقى، كانه بيعمل حاجه بالويزرد يعني، فعشان كده بيطلع لي الاسئله دي. فطبعا ده انا عايز انقل، عايز لما ادوس على ده ينقل كل الداتا دي هنا. طب تعال نشوف الكويري ينقلها كده واشوف النتيجه يعني. تعال نشوف يكود. انا عارف ان هو بيعمل كل اس 1 وكل اس 2 تحت التو بوتن دول، واس 1 واس 2 موجودين في الموديول على انهم سب. هو ده احنا عشان ننفذ ان اس 2 المره اللي فاتت هننفذ ان ايه اس 1. بيقول له هنا ايه ان ادي الامر اللي موجود الاس كيو ال ستيتمنت في سطر واحد. عملناها ازاي؟ انا لو خدتها كده دي كرييت يعني ابند كويري، ابند كويري خدتها كده ابند كويري دي سميتها اس كيو ال كده وعمل لها ران، في سيت ورنينج ما يطلع ليش رسائل يعني. وبعدين عايز كنت اعمل حاجة اسمها دي حبة سيت ورنينج ترو دي، عايز احط الاوامر دي كده تحت بعضها عشان في اوامر للتجريب خليهم، الاوامر طبعا اللي عليها كومنت دي ملناش دعوة بيها. يبقى هو بعد ما هيعمل الامر اللي هو string sql2 مش الامر ده يعني، دي واحدة تاني يعني كانت ازم كمثال، لكن هي دي ايه بقى دي؟ دي عادي جدا هو بياخد الداتا بابند كويري، خدت الابند الاس كيو ال ستيتمنت من هناك، نقدر ناخدها ونشوف الاس كيو ال ستيتمنت دي.
insert into my table، هيحط في الماي تيبل البرودكت اي دي والفيندور ليست، سيلكت ماي تي ماي تيبل. منين بقى؟ من هنا هيسلكت تي ماي تيبل دوت برودكت اي دي وتي ماي تيبل دوت فيندور ليست فروم تي ماي تيبل. بس هي دي، ده الامر اللي اسمه اس كيو ال كذا. وده بيتعمل بالويزر وكوبي بيست. بس احنا اتفقنا ان اول حاجه لازم تكون الدول على سطر واحد، وفي الاخر بيبقى فيه سيمي كولون. سيمي كولون هنا اهو في الاخر الاس كيو ال بتبقى فيه سيمي كولون هنا، لا بنشيلها، بنشيل الاس كيو ال السيمي كولون دي. اعمل ران كده واقول له استعلام. انا ما عملتش ريفريش، اعمل ريفريش بفوق اللي هي ريكويري على طول، الاقي دول خمسه ريكورد اتنقلوا هنا، وكل ما هعمل هياخد خمسه احطهم هنا هيبقى 10. يعني كل ما ادوس على الزرار ده كده واقول له ريفريش بقوا 10، دول اهم بقوا، دول بقوا 10 اللي هم بياخد الخمسه دول يحطهم هنا وهكذا. اذا كان ممكن ببوتون اعمل العمليات دي كلها وتبان قدامي. طبعا اعمل، ممكن اعمل ريكويري، الامر اللي خدناه في المحاضره اللي فاتت تقدر تبص عليها. يبقى كده احنا خدنا، ونرجع كان في مثال تاني برضك احنا اتكلمنا عنه اللي هو تقسيم الاسماء، اللي هو اللي احنا فيه ده كان افكرك بيه اللي هو المثال ده. هناخد مثال اللي احنا سبق خدناه قبل كده في محاضره من المحاضرات، بس عشان هو مرتبط بالامر دوكومنت ران اس كيو ال ومجموعه اس كيو ال ستيتمنت اللي موجودين في الجمله اللي هي تقسيم الكلمات دي. لو انا حبيت اشوف الفيو اشوف الكود اللي هو عندي ثلاث جمل اس كيو ال ستيتمنت، هسيب لك رابط الفيديو بتاع التقسيم ده تحت الفيديو ده عشان هو مشروح بالتفصيل، بس انا حبيت انوه ليه بس ان انا عندي ثلاث اوامر اس كيو ال ستيتمنت نفذت ثلاث تعليمات وحطيت سيت ويرنينج فولس قبليها وسيت ويرنينج ترو بعديها، وفي الاخر حتى امر اسمه هنا دو كوماند ديليت اوبجكت، امسح تيبل معين بالشكل ده. انا مجرد ان انا هوريك بس افكرك ان احنا الجدول اللي اسمه تيبل 1 ده كان فيه اسماء بالمنظر ده، في اسماء مش متقسمه واسماء متقسمه، دي اتقسمت عشان عملت ران للبرنامج. انا هذا يعني هسجل كده ده وهوريك الايه الرن لفورم لتيبل 3 اهو. اوكي تم التقسيم، حط اقسم الحاجات الجديده اللي احنا حطيناها. لو انا رحت الجدول نفسه اللي هو اسمه تيبل 1 هلاقي الحاجات اللي احنا لسه حطيناها بايدينا اتقسمت. وبرضك مين الامر اللي اشتغلنا بيه؟ هو الامر اللي احنا بنتكلم عليه. بكده تبقى محاضرتنا النهارده خلصت، وعرفنا فيها اشكال كتيره للامر اس كيو ال ران اس كيو ال. وطبعا استفدنا طبعا الامر ده في منتهى الاهميه ان احنا دو كوماند ران اس كيو ال قد ايه. لو انت بتفكر في مجموعه من الاجراءات تتم ورا بعضها ازاي انت تدوس على دوسه واحده توصل لها. وهقول ملاحظات مهمه جدا دلوقتي، ان الامر ده ما ينفعش يتنفذ غير على الاكشن كويري، يعني ما ينفعش على السيلكت كويري، عشان يمكن مش مكتوب قوي. قعدت ادور في الموضوع ده جامد، هو طبعا ملوش لازمه انه يتنفذ على السيلكت، بس هم طالما خلوه كان بيتنفذ على حاجات كتير فلا، يعني ما تحاولش تجربه على سيلكت كويري عاديه. لازم لاما كرييت تيبل اللي هي انواع الكويري بتاعتنا اللي هي الابند، الكرييت تيبل، الديليت كويري، وهكذا. اذا اي كويري فيها عمليات معينه ديليت كويري، فانا كتير ببقى محتاج اعمل مجموعه من العمليات دي وما تبانش، واستفيد اخرج من عمليه اخش في عمليه اخرج من عمليه اخش عشان اوصل لحاجه معينه. فممكن الحاجات دي كلها تتم تحت بوتن وفي الاخر النتيجه اللي عايزها تظهر على فورم معينه زي ما شفنا في مثال التقسيم. عشان كده انا كنت حريص ان الظهور هو لك. يعني عموما لو عندك سؤال اكتبه تحت الفيديو. لو ما تنساش تعمل لايك وتفعل زر الجرس وتشترك في القناه عشان تجيلك الاشعارات، لان احنا هنكمل في الكورس ده حاجات كتير جدا ان شاء الله هتبقى مفيده للناس اللي عايزين يبقوا داتابيز ديزاينر وبروجرامرز وكده. اشكركم، سلام.